برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. أنا معايا على الهاتف الدكتور صلاح عبد المجيد، رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا حضرتك. كل عام وحضرتك طيب يا دكتور صلاح. كل سنة وأنت طيب ومزارع مصر كلها بخير. آمين يا رب. القمح مواعيد الزراعة الأنسب، الوجه البحري أكثر. والوجه القبلي، خصوصا حضرتك احنا كلنا كمصريين كمواطن عادي بنشعر ان في تغيرات مناخيه وان درجات الحراره اختلفت او تحركت. توصي المزارعين بايه بالنسبه لمواعيد الزراعه وبالنسبه لتجهيز الارض الزراعيه؟ تمام. الاول طبعا عشان ناخد محصول ناجح لازم نتبع التوصيات الفنيه اللي هينزل مركز البحوث الزراعيه والمختص بها قسم بحوث القمح. ايوه. في المعاملات الزراعيه كلها حلقات متصله ببعضها. لو فقدت حلقه بيأثر على المحصول، اهم حاجه عندي بدايه ميعاد الزراعه، لازم الفلاح يكون عارف الميعاد المناسب ليه للزراعه. تمام. فميعاد الزراعه المناسب بالنسبه للقمح في الوجه القبلي بيكون في فتره من 10 نوفمبر ل 25 نوفمبر. من 10 ل 25. خلال الفتره دي ما يحاولش ياخر، لان اي تاخير في ميعاد الزراعه بيأثر ولو بنسبه بسيطه على المحصول، ولو تمادى في التاخير ودخل في شهر 12 بيكون في تاثير واضح. تمام. في الوجه القبلي. في الوجه البحري في النص الثاني لغايه اخر الشهر من 15 نوفمبر لغايه 30 نوفمبر. طيب في ناس بتزرع ثاني في الاراضي الجديده، اللي بيزرع في الاراضي الجديده لازم النص الاولاني من شهر نوفمبر، من اول نوفمبر لغايه 15 نوفمبر. ما يحاولش ياخر عن الميعاد ده. ده بالنسبه لميعاد الزراعه في الوجه القبلي والوجه البحري في الاراضي القديمه والاراضي الجديده. تمام. طيب هاجي بالنقطه الثانيه، طب هل هي ميعاد الزراعه بس من ضمن العام؟ لا، في خدمه الارض. خدمه لازم تكون خدمه الارض خدمه جيده، والفلاح عارف ازاي بيحط الارض بتاعته وازاي بيخلي الارض مناسبه لزراعه القمح. معروف في الاراضي القديمه دايما بنقول للفلاح انت خلي الارض بتاعتك عامله ايه؟ زي اللي باللغه الصعيده عندنا بنقول الكشكايه. أيوه. اللي هو في القلاقيل بتاع التربه تكون صغيره على اساس لما بتنزل عليها الميه بتعمل مستوى تقدر تقدم عليه حبايه التربه، الحبايه في التربه عشان يقدر ينبت النبات، لكن ما يخليش الارض بتاعته متقلقله. أيوه. متقلقله يعني قلاقيل كبيره. اذا قلقلت التربه منه هيبقى الحبايه على عمق وعمق كبير جدا تحت الحبايه بتاعته. يعني هي كده عايزه حرث جيد علشان تبقى ناعمه. بالظبط كده، حرث جيد. ايوه. ده بالنسبه لختمه الارض. طيب هل هو بيحتاج اصناف ايه؟ هل كل الاصناف اللي موجوده عندي بتجود على كل الجمهوريه؟ لا، مش كل الاصناف. كل منطقه ليها الصنف بتاعها اللي بيجود فيها، واذا كان بنطلع حاجه اسمها السياسه الصنفيه. السياسه الصنفيه دي مش جايه من فراغ، ولكن جايه من خلال تجارب ان كل منطقه يجود ليها صنف معين وبيدي فيه اعلى انتاجيه. في واحد بيقول لك انا بزرع عندي، ما انت هتزرع وهينبت عندك وهيديك محصول، بس مش هيديك محصول عالي. ايوه. واذا كان بنقوله لا، في افضل الاصناف اللي انت ممكن تاخدها. ايه الاصناف اولا نعرفها كلها بالكامل؟ بنقول بالنسبة لقمح الخبز، طبعا الفلاح عارف الأصناف القديمة بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها، في أصناف جديدة تاني موجودة وإنتاجياتها أعلى من الأصناف اللي هي متداولة مع المزارع، وبننصح المزارع بإنه يجربها، اشتغل بيها، موجودة معاك في الحملات القومية. اللي هو زي إيه؟ زي لما أجي لصنف شندويل واحد. شندويل واحد حاليا من أفضل الأصناف اللي موجودة عندي في قسم بحوث القمح أو على مستوى مصر. تمام. صنف عالي الإنتاجية، بينفع الزرع في المناطق الحاره، بيتحمل حراره الجو، مقاوم لل يعني بيتحمل ملوحه التربه. ده بالنسبه للشندوي الواحد. بيتحمل حراره الجو. الجو. طب احنا ميعاد الزراعه عندنا هيبقى في وقت الجو فيه معتدل. الجو فيه معتدل، بيجينا حياه موجات حر اثناء الموسم. ايوه. زي ما حصل معنا الموسم اللي فات، مرينا بثلاث مراحل او ثلاث فترات درجه الحراره ارتفعت فيهم، اللي هو في شهر 2 جاتنا موجه حر واستمرت معايا، جت في شهر 3 على مرتين. أيوة. المراحل بتاعت النمو المحتاجه النبات اللي هو طور النضج اللبني والعجيني. تمام. من ضمن الاصناف اللي ما تاثرتش درجه حراره الجو كان شندويل واحد. لانه بيجود ده اللي انا كنت بتكلم عنه في المقدمه، ان احنا عندنا تغيرات مناخيه دلوقتي وبنا نتعرض لازمات في وسط الموسم، فاحنا شندويل واحد هيقدر يتحمل لو حصلت موجه حراره مفاجاه اثناء الموسم. تمام. طيب يبقى انا عندي شندويل واحد من ضمن الاصناف الجديده. ايوه. عندي تاني من ضمن الاصناف الجديده اللي بندفع بيها واصناف كويسه جميزه 12.
عندي من ضمن الاصناف الجديده في اقماح المكرونه اللي هو سواج 5 وسواج 4. ايوه. الى جانب الاصناف اللي عارفها المزارع اللي هو موجود عندي 6-12، موجود عندي 6-14، موجود عندي جيزه 170، ودي من الاصناف الجديده الواعده. يعني جيزه 170 حاليا بدات الناس تطلبه، وبتطلبه بشيء من الحاح عليه، لانه برضو ثبت انتاجياته العاليه مع الاصناف اللي موجوده المتداوله معانا. تمام. طيب هل كل المناطق بيوجود ليها الاصناف؟ لا طبعا. يعني لما اجي اتكلم على 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 جميزه 12 وعلى جميزه 9 الموجودين معانا، لا دول يصلحوا اكتر في الدلتا وواجه بحري اكتر من المناطق ابلي. ايوه. لكن جميزه 11 بيوجود ابلي وبحري. طب شندويل 1 يوجد على مستوى مناطق جمهوريه. صح. 6-14 بيوجد على مستوى مناطق جمهوريه. جيزه 170 حاليا بيوجد على مستوى مناطق جمهوريه. فالفلاح لازم يكون عارف ايه الصنف اللي بيختاره، ايه الصنف اللي يقدر يزرعه في اي منطقه، خاصه ان احنا بنعمل ندوات مجمعه بدات حاليا معانا من بدا من شهر 10 عاملين ندوات مجمعه داخل مديريات الزراعه. تبقى ندوه مجمعه كبيره وبيتخللها خلال الشهر بالكامل في كل مركز من مراكز المحافظه نفسها في ندوه توعيه بالاصناف اللي يزرعها ايه، ميعاد الزراعه ايه، الحاجات اللي هو بيحتاجها خلال موسم الزراعه. تمام. تنسيقكم مع الحمله القوميه للقمح، يعني انا عارف ان في فرق كبير قوي ما بين القوافل الارشاديه والحمله القوميه للقمح. تمام. الحمله القوميه احنا برضو ما زلنا مستمرين فيها. الحمله القوميه هدفها الاساسي ان انا اول حاجه بعرف المزارعين بالاصناف الجديده. يعني ما يجيش عندي حمله قوميه ما افضلش اطبقها على الاصناف اللي متداوله عند المزارع عرفها. تمام. لازم انزل الاصناف الجديده بتاعتي من خلال الحمله القوميه عشان التعريف بالصنف الجديد ومميزاته ايه وانتاجياته ايه. صح. طيب انا الهدف منها ايه الثاني؟ هل انا بنزلها عشان اعرفها بس؟ لا، انا بقول له انا عاوز ازود انتاجيه المحصول عندي، خد الصنف ده هو اللي هيزود لك انتاجيه المحصول، خاصه احنا هدفنا احنا بنحاول بقدر الامكان خلال الحمله وخلال العمليات اللي بتتم ان احنا نزود المحصول بتاع الصنف نفسه حوالي 10% مع تطبيق التوصيات اللي احنا بنتكلم فيها 10%. ايوه. من المحصول. طيب احنا متوسطنا كام؟ متوسطنا كان حوالي 19.6، السنه اللي فاتت بالظروف الجويه نزل لحوالي 18.7، فما زلنا احنا بنعشم ان المتوسط العام على مستوى الجمهوريه نوصل بيه ل 20 عداد بالفدان. يا رب. طيب هل الحمله القوميه متمثله في مناطق معينه؟ لا، احنا ممثلينها على جميع مناطق الجمهوريه. يعني السنه اللي فاتت كان عندي حوالي 6600 حقل ارشادي منتشرين على مناطق الجمهوريه بالكامل. السنه دي مش هنقل عن نفس الحقول الارشاديه ومحتمل هنزودها توصل لحوالي 6500 حقل ارشادي. كان في حقول ارشاديه اللي هي المجمعه يا دكتور صلاح اللي هي ما هي من ضمن الجديد اللي احنا بنعمله. اللي هو التجميعات الارشاديه. ايوه. التجميعات الارشاديه عشان تساعدني في كذا حاجه، اول حاجه ان انا عندي مساحات صغيره اللي هي بتبقى 6 قراريط و12 قراريط وفدان. لو قدرنا احنا مع الارشاد الزراعي بنعمل تكثيف على احنا نجمع مجموعه مزارعين مع بعض تبقى الخدمه واحده، هتقلل عليه التكلفه، الري واحد هيقلل عليه التكلفه. في نفس الوقت التوصيات الفنيه بتنزل لمجموعه كامله بتديله المعلومه مبسطه، ده بيديني انطباع لو في تكاتف والناس تندمج مع بعضيها هاخد محصول عالي، في نفس الوقت هتسهل لي انا وتسهل للمزارع ازاي توصل له المعلومه. انت كده رفعت انتاجيه الارض اللي هي ضعيفه لمساحتها صغيره، حميت المحصول نفسه من ان هو يتنقل له امراض من محاصيل اخرى. تمام. رجعت الدوره الزراعيه بطريقه غير مباشره، يعني ممكن دي تشجع المزارع بعد كده ان المساحه دي تكبر وجيران ينضموا ليها وترجع الدوره الزراعيه اللي الفلاح بيتكلم عنها ويقول لك فين الدوره الزراعيه، فدي خطوه كويسه. دكتور صلاح. تمام. انا عايز اسال حضرتك سؤال. تمام. يعني بطل. هو محتاج عالم، وانا عارف ان حضرتك تمتلك كل مهارات وادوات العالم. الله يكرمك. هو التسميد المناسب ايه؟ وبعدين هو مش هنقدر نتخلى عن شكاره الاسمده الازوتيه العاديه اللي هي بتسبب ارهاق للتربه وارهاق للمزارع، هل هو البديل أو هو يعني الطريق الانسب لتسميد الارض الزراعيه
التسميد الازوتي فقط، ولا احنا ممكن نطور منه، او في ابحاث ابتدت تشتغل على بدائل للتسميد؟ وفي ابحاث حاليا بدات تشتغل على البدائل زي التسميد العضوي والحاجات دي، بس لسه ما نزلناش الى حقل المزارع المباشر، هو بنعمل عليها تجارب حاليا. ولكن هو الفلاح برضو احيانا بيكسر شويه او بيزيد شويه في عمليه التسميد. هو لو استخدم التسميد بطريقته الصح لغايه ما تنزل له الحاجات اللي هي متقدمه وافضل هيمشيها. طب احنا بنقول ايه؟ بنقول للفلاح انت محتاج ايه؟ ايوه، انت محتاج 3 شكار يوريا لو انت هتاخد اليوريا، محتاج 4 شكار ونص نترات لو انت هتستخدم النترات. بس المهم ميعاد اضافتهم امتى وطريقه الاضافه ايه. ايوه، ميعاد اضافتهم ان انا لو انا استخدم اليوريا بدي شكاره في مع ريه المريه الزراعه مباشره اللي احنا بنسميها جرعه ترشيطيه. ايوه، وباقي الباقي الدفعات مع الريه اللي بعديها والريه اللي بعديها مباشرة. فده مهم جدا ازاي الفلاح يقدر ياخد الحاجة اللي هو عاوزها وفي نفس الوقت يضيفها صح. انك انت في ناس بتضيف لغاية 5 شكاير و6 شكاير مش هيزود معاك المحصول، يعني بيفضل يزود ويقول لك عشان تديني انتاج. طيب هختم معاك الفقرة دي او المداخلة دي بمعلومات بسيطة نبتدي بها الموسم، وان شاء الله احنا هنشتغل مع بعض ايه خطوة خطوة. كل ما الموسم يدخل بينا او نمشي في الموسم نبتدي نشوف معلوماته. احنا اول حاجة النهاردة بنوصي بها المزارع ان هو يحلت حارة ناعم. التسميد يا ريت حضرتك بقى تراجعوا معايا حارة ناعم ويسمد ازاي ومعاد اول رية وتاني رية هتبقى امتى. تمام، اول حاجة اللي هو خدمة الارض خدمة جيدة، وخدمة الارض مرفوعة يقول لك الفلاح بيقول لك عليها خدمة اماحي. ايوه، خدمة اماحي. رقم 2 ميعاد الزراعة، وده مهم جدا، لازم يختار ميعاد الزراعة المناسب صح بالنسبة للوجه الإبلي زي ما قلنا في الفترة من 10 نوفمبر إلى 25 نوفمبر، في الوجه البحري من 15 نوفمبر إلى 30 نوفمبر. تمام، في الأراضي الجديدة بيكون في النص الأولاني من شهر نوفمبر. تمام. طيب تاني حاجة اختيار الصنف المناسب للمنطقة بتاعته، وده منزلينه كله في النشرات الإرشادية، ومن انه مش كل صنف يوجد عندك، لا خد الصنف الملائم لمنطقتك. اصناف القمح كتيره جدا، احنا عندنا حوالي 14 صنف متداوله، فبياخد الصنف الملائم لمنطقته. الناحيه الثانيه اللي هي الري، مهم جدا في ريه الزراعه بالذات. ريه الزراعه لازم يدي الري المناسب، ما يزودش كميه الميه، لان ممكن يحط التقاوي بتاعته، لو حط التقاوي وزود عليها كميه الميه بتفقع يبقى الانبات عنده بيقل، يبقى ايه عندي الكثافه النباتيه قلت يبقى محصول غير. تمام. انا بالنسبه انا يعني بالنسبه لايه كنت هتضيف حاجه حضرتك اخيره؟ بالنسبه للتسميد، بالنسبه للتسميد بندي مع ريه الزراعه جرعه تنشيطيه اللي بتعتبر خمس الكميه، ودي بتساعدني على سرعه الانبات وزياده التفريع، وبالتالي بتزود لي المحصول. تمام، دي الخطوة الأولى، وإن شاء الله إحنا هنتابع مع حضرتك علشان نوصل للمزارع المعلومة الإرشادية اللي هو محتاجها في وقتها المناسب. بشكرك وربنا يوفقك. الدكتور صلاح عبد المجيد رئيس قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية. أتمنى لكل مزارع إن يكون موسم ناجح بإذن الله. نشتغل ونزرع، نجتهد ونشقى، إحنا متعودين على كده. الفلاح المصري بيحب الشغل، بيحب العمل، فإحنا لازم نبقى إيد واحدة علشان نحقق هدف. طب في مشاكل بتقابلنا، الدولة بتعمل الآن على حل هذه المشاكل. أول مشكلة هي مشكلة التسويق، وأنا بضم صوتي لصوت كل فلاح، الزراعة التعاقدية. وبإذن الله في القريب العاجل نبتدي نشوف خطوات حقيقية. في القريب العاجل أبتدي أشوف دور التعاونيات بيرجع مرة تانية بقوة. نبتدي نتعلم من الخبرات اللي إحنا شايفينها في الدول العربية المجاورة بالنسبة للتعاونيات. التعاونيات ابتدت من مصر، عايزينها تنطلق وتتقدم. عايزينها تأدي دورها فعلاً. تسويق المحاصيل، توفير مستلزمات الانتاج، الفلاح يحس ان وراه مؤسسه فعلا بتقدم له خدمه حقيقيه. شيء صعب جدا ان الفلاح يعني لما يروح الجمعيه يبقى دورها الوحيد ان هي توفر له شكاره الاسمده. اللي انا شغل الشاغل بتكلم مع العلماء والمتخصصين في القطاع الزراعي ان احنا ازاي نقلل من استخدامها. لان احنا النهارده شايفين العلم وتطور العلم بصوره كبيره جدا. ازاي نستفيد من العلم ان احنا نقلل من المجهود الشديد على الاراضي الزراعيه، من المجهود الشديد على مياه الصرف الزراعي اللي احنا بنستخدمها مره اخرى في الري.
النهارده وانت بتتكلم على القمح هو من المحاصيل الاستراتيجيه فعلا، هو رغيف الخبز. الحكومات على مستوى العالم بتولي هذا الملف اهميه قصوى. الفلاح المصري علم الدنيا كلها الزراعه وقدر يتعامل مع كل المحاصيل ومنها القمح.